نشرة أخبار الأهلي اليومية. الدوليون ينتظمون في التدريبات. إكرامي ومتعب يؤديان تدريبات تأهيلية. حسين السيد يغيب عن تدريبات فريق الكرة. ألام المعدة وراء غياب أحمد عادل عن المران الجماعي. عاشور يكتفي بأداء تدريبات تأهيلية في الجيم. طارق سليمان فضلنا إراحة إكرامي من مواجهة ريكرياتيفو حرصا على سلامته. مارتن يول يجتمع برمضان صبحي عقب المران. عبد الحفيظ يرتب استقبال بعثة الأهلي في مدينة ليبلو. الأهلي يتدرب على ملعب قريب من فندق الإقامة في لوندا. سلة الأهلي يواجه الزمالك اليوم ضمن مباريات الدوري العام.